متتبعي قناة الأخبار المغربية، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الخبر العاجل والخطير الذي وردنا اللحظة، زلزال قوي جديد يضرب هذه المدن المغربية قبل قليل، والتفاصيل صاعقة ستهز المغاربة، تابعوا التفاصيل. ولكن قبل البدء نستحلفك بالله العلي العزيز إذا كنت مسلم أن تضغط أعجاب لهذا الفيديو وتدعو الله أن يلطف بنا من غضبه، ولا تنسوا تعطير فمكم بالصلاة على نبينا الكريم. للأسف الشديد، بعد ما يزيد من شهرين مرت على زلزال الحوز والذي دمر المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في كارثة إنسانية كبيرة، فقد ضرب زلزال جديد هذا اليوم مجموعة من المدن المغربية، حيث كشف ناصر جبور رئيس قسم المعهد المغربي للجيوفيزياء والزلازل تسجيل هزة أرضية قوية بالمملكة المغربية بلغت قوتها 4.3 درجات على سلم ريختر. وسجلت الهزة الأرضية ما بين مدينتي مراكش وتاروداند مع أخرى ضواحي مدينة الدار البيضاء. وأظهرت خدمة تتبع الزلازل من موقع جوجل أن الهزة بلغت قوتها 4.1 درجات بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، وبلغت 3.9 درجات بمنطقة تيسكا في إقليم الحوز قرب جماعة أسكور. وفي النهاية نسأل الله تعالى أن يصرف عنا غضبه وأن يلطف بنا وبسائر أمة محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.